النهارده الاهلي هجوميا، كهربا بيبدا، بعد كده صلاح محسن بيخش، وبعد كده محمد عبد المنعم بيخش كمان كمهاجم. النهارده في دلاله انه الاهلي فعلا كان محتاج مهاجم اجنبي، عشان بعض الناس قالوا الاهلي اللي كسب الموسم اللي فات بكل البطولات مش محتاج مهاجم اجنبي. طبعا طبعا، النهارده تلعب محمد عبد المنعم. كريم، ان انت هو اللي حصل النهارده هو نسخه مكرره من اللي حصل في مباراه الاهلي والرجاء اللي في السنه اللي فاتت في دور ربع النهائي، لما طلع محمد النادي الاهلي لعب شوط اولين كان ساجد، طلع محمد عبد المنعم في اخر اربع دقائق في دقيقه 41، نادى محمد عبد المنعم وقال له خليك على طول على الصندوق لغايه لما اتعمل الاوفر ومحمد عبد المنعم قدر يجيب الجون. الازمه النهارده انت مفيش اي حد عندك بيلعب كوره عاليه. على فكره بالمناسبه امام عاشور، ودي الكلمه اللي كنا بنتكلم عليها، ان امام عاشور مش افضل حاجه في الكوره، التحامات الهوائيه النهارده جات له خمس التحامات واخد واحده بس، وفي اربعه منهم كانت واحده خطره جدا في الشوط الاولاني. فنادي الاهلي طبعا محتاج بشكل كبير جدا تواجد مودست ويكون جاهز. ولكن يا كريم انا عاوز اكلمك على اكبر مشكله قابلت النادي الاهلي النهارده، وبالحالات وبالتفاصيل، عشان عارفك بتحب التفاصيل، جايب لك كده بعض التفاصيل اللي حصلت في الشوط الاولاني. اكبر مشكله قابلت النادي الاهلي النهارده هي المشكله البدنيه، وزي ما اتكلمنا قلنا عشان دي اول مباراه تحضيريه للموسم. هتقولي طب ما اتحاد العاصمه بيلعب اول مباراه ليه؟ بس اتحاد العاصمه كان بيلعب تحت الكوره وعارف انه مش عارف يكسبك غير بطريقه السكند بول. ولكن يا كريم لما نيجي نبص على الحالات، في ناقوس خطر كان مفروض النادي الاهلي ياخد باله منه من الدقيقه 27. عاوزين نبص على اول صوره معانا في المشاكل اللي كانت موجوده. بص يا كريم، دي الدقيقه 27، امام عاشور مش قادر ياخد نفسه وموطي في الدقيقه 27. شوف الفريم اللي بعده هتلاقي نفس الكلام برضو، محمود كهربا الفريم اللي بعده في نفس الدقيقه بالظبط 27 برضو مش قادرين. فواضح ان النادي الاهلي عنده مشكله بدنيه. ولكن انا عاوز اقف عند علي معلول. علي معلول زي ما كان جيمي يتكلم قال في مشكله بدنيه كبيره جدا النهارده كانت موجوده على النادي الاهلي، وبيرسي تاو جه متاخر. ولكن انا عاوز اكلمك على الكره دي اللي كانت خطره جدا، دي احدى كورنرات النادي الاهلي. علي معلول هيلعب الكره، نمشي بقى بالفريم واحنا بنتكلم واحده واحده. علي معلول هيلعب الكره هتوصل لرضا سليم، نمشي الفريم، رضا سليم بيشوط بيسدد، الكره كانت خطره جدا على النادي الاهلي. عاوز اوريك بقى بعد ما الكره ارتدت الضغط العكس بتاع النادي الاهلي. هنا حسين الشحات ضغط عليه اثنين لعيبه من نادي الاتحاد العاصمه. نكمل الفريم اللي بعده، حسين الشحات الكره اتقطعت منه. الفريم اللي بعده علي معلول، الراجل بص علي معلول، نكمل الفريم اللي بعده زق من علي معلول. عاوز بص على رد فعل علي معلول بعد ما الكره اتقطعت. بص يا كريم هتلاقيه بيبص على حسين الشحات وسايب الهجمه تكمل. الفريم اللي بعده علي معلول، بص الفرق بدا يكبر ازاي. لا الفريم اللي بعده هتلاقي الفرق لا خلاص راحت الفريق راحت ماشي لا كده الصور دخلت بعض ماشي دي الصوره تاني عادي. طب نكمل بس الصوره لغايه لما نوصل كده. فبدا اللعيب بتاع ماشي بدا اللعيب بتاع اتحاد العاصمه اهو بالظبط. بص بقى علي معلول فين، وعلي معلول بيرش سبرنت. يعني انت لو تبص على الوضع الجسماني بتاع علي معلول هتلاقيه بيرش سبرنت. نكمل الصوره اللي بعدها، طبعا المساحه فاضيه اتلعبت، علي معلول اول ما اتلعبت بدا هنا علي معلول يضرب سبرنت. نكمل الفريم اللي بعده لغايه لما الكره راحت خطره وقطعها محمد عبد المنعم. الكره دي بقى كريم كانت ايه؟ قبل ثلاث دقائق من ضربه الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي واللي كان بيشرحها جيمي. هنشوف بقى ضربه الجزاء، عاوز اوريك حاجه قبل بقى قبل ما نيجي لضربه الجزاء هوريك فريمين، اوريك ان علي معلول قد ايه كان مرهق بدنيا، ودي مشكله ليها علاقه ممكن يكون بالسفر وبالمنتخب التونسي لما لعب المباراه ده منتخب مصر. نرجع ثلاث فريمات قبل الصوره دي، لعب كام وقت 74 دقيقه تقريبا، كمان فريمين كمان. بص يا كريم هنا علي معلول قطع الكوره قدامه مساحه يجري، قام رجع لمحمد هاني وقف. شوف الفريم اللي بعده عفوا لمحمد عبد المنعم، شوف الكوره الصوره اللي بعدها هتلاقي محمد عبد المنعم خد الكوره وهيديها لاليو ديانج. مساحه كبيره جدا قدام علي معلول، وعلي معلول واقف مش قادر. بص يا كريم هنا اقف بقى عند الفريم ده، هتلاقي ان المساحه كبيره جدا قدام علي معلول ومفيش اي حد مغطي عليه، وبرغم كده علي معلول واقف. نشوف بقى الهدف اللي احرز منه ضربه الجزاء، نكمل الفريم نشوف بقى الهدف اللي احرز وضربه الجزاء. هنا زي ما جيمي كان بيتكلم في ارهاق كبير جدا عند علي معلول، فالراجل اول ما خد الكوره وزق، نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي الراجل خد علي معلول في ظهره وقام لافف بيه. علي معلول مش قادر يجاري الراجل بدنيا، الراجل قام خد الكوره فبالتالي طمع دخل جوه منطقه الجزاء. طبعا مروان عطيه بطء كبير جدا او في بطء شديد مقارنه بمروان عطيه بتاع السنه اللي فاتت، ففي لمسه صغيره في اتحاد عاصمه قدر ياخد ضربه جزاء. وبالمناسبه اتحاد عاصمه النهارده ما لعبكش بطريقه واحده بس، هو بيعلق السكند بول والكره بيعلق الكره العاليه تنزل الكره الثانيه ياخد فاول يلعب فاول خطر عليك. هو دي اللي اتحاد عاصمه كان كله بيعمله ماتش النهارده. بعد كده بقى في اخر فقره لو في وقت اقول لك المشاكل النادي الاهلي الدفاعيه ان شاء الله.